لم أبحث عن وظيفة هنا. ما إن أنهيت المدرسة الثانوية صممت على تعلم الألمانية لكي أسافر وأحظى بخيارات أفضل لمستقبلي. بحسب القانون الألماني لكي تحصل على مقابلة في السفارة يجب على راتب الشخص أن يكون 1900 يورو كحد أدنى. لدينا أرباب عمل هنا من مختلف أنحاء ألمانيا يقدمون عروض عمل تتراوح قيمتها بين 1950 و2150 يورو. Ich kann Ihnen mal